حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التقاط صورة تذكارية مع أمهات شهداء مثلة القيادة كل على حدة، وهم الشهيد مصطفى حجاجي مساعد الدفعة 103 حربية، والشهيد محمد علي العزب مساعد الدفعة 104 حربية، والشهيد عماد الدين أبو رجيلة حامل العلم، وذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية 37 للقوات المسلحة. وعقب صعوده إلى منصات الاحتفال، صافح الرئيس السيسي أمهات الشهداء الثلاثة التي أعربن عن سعادتهن بلقائه، وتم التقاط صورة تذكارية للرئيس السيسي مع أم كل شهيد بشكل منفرد تقديرا وعرفانا بتضحياتهن وتكريما لأرواح الشهداء. ربك حاجز لك منزلة من غير حساب ولا أسئلة، ربك حاجز لك منزلة قال يا عظيمة يا مؤمنة، تستاهلي يا أم تموليها، تستاهلي يا أم تموليها، سامحيني يا أم على الفراق وعلى الوجع، ابنك ما ماتش ابنك شهيد ابنك جدع، سامحيني يما على الفراق وعلى الوجع، ابنك ما ماتش ابنك شهيد ابنك جدع.